والله بحبك موت ياللي انت برج الحوت. ولا واحنا لو غنينا حاجه لليفه تقول لها ايه؟ صح. يا ليفه الحموم يا اللي بتشيل الهموم. قشطه شادي بقى، عايزين نشوف ناس بقى نصور، عايزين نشوف ناس نصور معاها. بقول لك، سمعت البوم عمرو دياب الجديد؟ معدي. مين اللي معدي؟ هو معدي في اغنيه معدي. معدي هو الالبوم اسمه معدي الناس. ايوه، بس هو عامل اغنيه لبرج الحوت. ماشي، انت برج ايه يا عم؟ اما دام برج الحوت يبقى حط علينا بكره. سمعت البوم عمرو دياب الجديد؟ لا، بس عارف انه بيتكلم عن برج الحوت يعني. لا لسه والله، بس انا سامع ان هو جامد. لا والله ما بسمعش اغاني. ليه كده؟ انا حرام؟ مناش فاضي. لا ما سمعتهاش. ما سمعتهاش. بس عمرو على وضعه يعني، يقول اللي هو عايزه. عمرو على وضعه من زمان. يقول اللي هو عايزه. عمرو على وضعه بيعرف احنا ملك الدنيا. احنا النهارده نازلين ننافس عمرو دياب. عمرو دياب عمل اغنيه لبرج الحوت، فاحنا قررنا ان احنا ننزل نخلي الناس تعمل اغاني للابراج بتاعتها. لا انا برج الميزان، وكان نفسي اغني لبرج الميزان كمان. انت بقى لو عايز تعمل لنفسك انت اغنيه لبرج القوس تعمل ايه؟ والنبي بطل فاتي يا عم برج الجدي. انا ممكن اقول لا. يا برج السرطان يا حبيب الشيطان. لا قوس قال لي يا حلوه قوم استحمي. شكلك زي الخشب الزان يا اللي انت برج الميزان.